يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري، وده من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة الخميس الموافق 17 نوفمبر، وبنتكلم فيه خلاص يا منا اليوم الأخير بقى وقبل الأخير للقمة، قمة المناخ تحديدا، بعد أكتر من 11 يوم من المناقشات. صباح الخير عليك يا منا. صباح الفل عليك يا أحمد، صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا في كل مكان. النهاردة اليوم قبل الأخير زي ما كان أحمد بيقول في قمة المناخ اللي بتستضيفها مصر على أرض شرم الشيخ. احنا اتكلمنا مع حضراتكم قبل كده عن الجلسات والفعاليات والمبادرات اللي تمت خلال المؤتمر، لكن النهاردة احنا عايزين نتكلم عن الشباب، دور الشباب في المؤتمر، عملوا ايه؟ منتدى شباب العالم اللي أطلق منصة على المسرح الروماني في المنطقة الخضراء، كان في حوالي 34 جلسة متنوعة ما بين حلقات نقاشية وورش عمل وقصص نجاح لمبادرات ومشاريع مستدامة مختلفة في مجال البيئة اتكلموا فيها كتير وأطلقوها في الفترة اللي فاتت. تحية منا. يعني ما بنقول الشباب وما أدراك ما الشباب، يعني بنتكلم على حماس، بنتكلم على طاقة، ويمكن مصر كانت فريدة وعندها تجربة يعني فريدة من نوعها تحديدا فيما يخص يعني مشاركة الشباب وغرسهم في الحياة السياسية والتنفيذية. شفنا أزيب من 9 نسخ من المؤتمرات الوطنية للشباب، شفنا أزيب من 4 نسخ من المنتدى الدولي للشباب، وكلها كان الهدف الرئيسي منها بناء جسور للتواصل ما بين الشباب وما بين الحكومة وما بين القيادة السياسية تحديدا. الشباب موجودين في الحكومة، النواب اللي موجودين للمحافظين، الوزراء الصغيرين في السن، احنا شايفين وزراء قريبي السن جدا من يعني بالذات مثلا احنا شايفين الحاجات المحتكة بالشباب، فاحنا شايفين فعلا ان في ايمان بالشباب بعد اعدادهم. صحيح. مش بنحطهم في المسؤولية وخلاص. صحيح، ده حقيقي، وهنا بنتكلم على يعني دور حقيقي ودور فعال للشباب، ويمكن ده ظهر خلال نسخ 27 من كوب اللي شفنا منصة منتدى شباب العالم في مؤتمر المناخ، وهي في الحقيقة تجربة فريدة، تجربة مختلفة جدا، لأنها فتحت الباب لمشاركة واسعة من الشباب المصري والشباب المشارك في قمة المناخ من مختلف الجنسيات بشكل عام. ده غير عدد كبير جدا من الأحزاب المصرية وأعضاء الحوار الوطني، بالإضافة كمان لأعضاء مؤسسة حياة كريمة اللي كانوا مشاركين في هذه المنصة، وكمان في ممثلين من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بما أننا بنتكلم على عام المجتمع المدني، بالإضافة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية والأكاديمية الوطنية للتدريب. لو منا كانت بتتكلم على فكرة تأهيل الشباب والكوادر الشبابية، فأصبح عندنا الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة. كل دول كانوا مجتمعين في مكان واحد بيقدموا أفكارهم، بيقدموا رؤاهم وتجاربهم في العمل المناخي والتكيف مع التأثيرات والتداعيات المناخية، وزي اللي احنا نقدر نحل ونحط حلول، بما ان النهاردة يوم الحلول الممكنة في يعني الموضوعات او جلسات الموضوعية تحديدا. حقيقي فعلا يا احمد، موضوعات كتير تم مناقشتها خلال الجلسات اللي كانت موجودة في المنصة، كان في موضوعات غنية جدا يعني اتكلموا وشملت نواحي كتير جدا، بيئية، تنموية، اقتصادية، اجتماعية، مختلف الجوانب، وكان الكلام كله طالع من عقل وتجربة وأحلام الشباب. كان في كمان دعوة لقادة العالم انهم يتحركوا بشكل اكبر واسرع في الوصول لحلول عادلة وشاملة لقضية المناخ، ده غير طبعا انهم ركزوا على اللي تم تحقيقه بالفعل على ارض الواقع من اول قمة المناخ في برلين في سنة 1995 لغاية ما وصلنا لاتفاق باريس للمناخ، وبعدها جلاسكو، ولغاية ما وصلنا للنسخة يعني 27 كوب 27 في شرم الشيخ. نسخة 27 هي نسخة مليئة بعدد من الجلسات الموضوعية أو الإجرائية، بنتكلم على 11 يوم بيتم فيه أكتر من موضوع ومناقشة يعني حقيقية لموضوعات مختلفة شملتها أجندة النقاشات اللي اشتغلت عليها منصة منتدى الشباب العالم أيضا بالتوازي مع الجلسات الرئيسية اللي موجودة في البلوزون، ويمكن كانت هذه النقاشات بتتضمن مجالات كتيرة جدا زي كيفية بناء نظم تعليمية مستدامة بتستجيب لقضايا المناخ والبيئة، وكمان قضايا الطاقة النظيفة، ويمكن هي يعني لغة المستقبل تحديدا، واللي هيقدر اللي هو يأمن أكبر قدر ممكن من الطاقة النظيفة هو يعني هيكون قدر اللي هو
نقول يمتلك زمام المستقبل تحديدا، لان هي طاقه نظيفه مستدامه. كمان في جلسات كانت خاصه بملف الصحه، ده بالاضافه لرياده الاعمال والابتكار، وكمان دور الاحزاب السياسيه في تعزيز التنميه المستدامه لمواجهه عواقب المناخ، وبالاضافه لوجود كمان موضوعات كانت تتعلق بالمباني الخضراء، ندرة المياه، وجهود المجتمع المدني في قضايا البيئة. كل دي موضوعات كانت موجودة ومحل نقاش أو موضوع على طاولات النقاش اللي بتتم في النسخة 27 من مؤتمر تغير المناخ، وكانت بيناقشها كمان منتدى شباب العالم في منتدى أو في مؤتمر المناخ تحديدا. وهنا لما بنقول للشباب احنا بنتكلم على حاضر وبنتكلم على مستقبل، لأن الشباب هم المستقبل، هم اللي لازم يحطوا أفكار وحلول هي مش تقليدية عشان يقدروا اللي هم يأمنوا يعني مستقبل الأجيال القادمة، اللي هم بطبيعة الحال هيكونوا جزء منه أو يعني ركيزة أساسية من هذا المستقبل. إن شاء الله مستقبل مشرق، مستقبل كله يعني حيوية ومفعم بطاقة الشباب، مستقبل أخضر. صبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.